الحرف ده اسمه مين؟ المين في أول الكلمة بيمسك اللي بعديه، وفي وسط الكلمة بيمسك اللي بعديه ويمسك اللي قبليه، وفي آخر الكلمة يا إما يقف ثابت يا إما يمسك في اللي قبليه. احسنت يا رهف، برافو عليك، سقفولها يا بنات. بياخد اللي بعديه او يقف لوحده؟ لا، بيقف لوحده وياخد اللي قبليه، بيفرد دراعه للي قبليه. يا تولين احسنتي، يا تولين نسقف لتولين يا بنات. بسم الله بسم الله بسم الله. استني، حرف الميم لو دخل في فصل الخريف هيبقى صوته ايه؟ حرف الميم لو دخل فصل الشتاء هيبقى صوته ايه؟ ميم. حرف الميم لو دخل في فصل الربيع، فصل الربيع هيبقى صوته ايه؟ ميم. أم. أم. فصل الميم، حرف الميم لو دخل في فصل الصيف هيبقى صوته ايه؟ ما. أحسنتم. في الربيع أم في الصيف ما. أحسنتم. يلا، سورة ايه دي يا تسنيم؟ صوت الميم هنا ايه يا تسنيم؟ أحسنتي، تبي يلا؟ برافو عليكي. سورة ايه دي يا أيسل؟ أيسل سورة ايه؟ علي صوتك أيسل، علي صوتك. صوت الميم هنا ايه؟ اكتبيها كده وانطقيها يلا. الميم والشها فين يا أيس؟ برافو، فين الفتح؟ يبقى اسمها ايه يا أيسل؟ احسنتي يا أيسل. سجا، سورة ايه دي يا سجا؟ صوت اللي هنا الميم ايه؟ وريني يلا، انطقيه انطقيه. احسنتي. يلا يا روكا، سورة ايه دي يا روكا؟ شمس، برافو. صوت الميم هنا ايه؟ اكتبيها يلا. احسنتي يا رقية. السورة دي اسمها ايه؟ مفتاح. السورة اسمها ايه؟ مفتاح. صوت الميم هنا ايه؟ وريني يلا، انطقيها. مي. احسنتي يا جويرية. روان، سورة ايه دي يا روان؟ صوت الميم هنا ايه في السمكة؟ احسنتي، يلا اكتبيها كده. برافو.